أهلا بكم. نحن نعلم بالفعل أن التكاملات المحددة يمكن أن تساعدنا في معرفة المساحات تحت المنحنيات أو بين المنحنيات. ما سنعرضه في هذا الفيديو أنه يمكنك بالفعل استخدام معظم المبادئ نفسها لمعرفة حجم الأجسام الدوارة. لذا اسمحوا لي أن أرسم بعض الأمثلة، وسوف أبدأ مع اقتران واضح إلى حد ما. هذا هو محور واي، وهذا هو محور إكس. اسمحوا لي أن أرسم الاقتران. سوف أرسم الاقتران y تساوي الجذر التربيعي ل x، وسوف أبقيها بشكل عام حتى ينطبق هذا بصفة عامة على كثير من الأمور. إذن y تساوي الجذر التربيعي ل x تبدو شيء مثل هذا، إنها تبقى مستمرة. في الواقع اسمحوا لي أن أعيد رسمها لأنني لم أكن أريد أن تنحني إلى الأسفل هكذا في النهاية، إنها ترتفع مثل ذلك وتستمر في الصعود مثل ذلك. هذا أفضل. حسناً، إذن سوف ندعو هذا f في الـ x، وهذا هو المحور السيني لدينا، وهذا هو المحور الصادي. ونحن نعلم بالفعل أنه إذا كنا نريد معرفة المنطقة تحت هذا المنحنى بين نقطتين، دعونا نقول بين النقطة A، حسناً يمكننا أن نفعل ذلك بين أي نقطتين. لنفترض أن هذه النقطة A وهذه النقطة B، ونحن نريد أن نحصل على المساحة بين المنحنيين. أنا أرسم كل شيء مائل اليوم، اسمحوا لي أن أرسمها بلون مختلف. إذا كنا نريد هذه المساحة هنا وهذا فقط كنوع من المراجعة، يمكن تلخيصه في مجموعة من المربعات الصغيرة، كل مربع فيه مجموعة من المستطيلات. عرض كل منها هو dx، وارتفاعه عند هذه النقطة سيكون x. القيمة هنا ستكون f في x. وإذا أخذنا مجموع كل هذه المساحات لكل من هذه المستطيلات سوف نحصل على المساحة لهذا المنحنى، وقد تعلمنا في فيديو التكامل المحدود أن هذا فقط يساوي التكامل المحدود من A، وهذا هو الحد الأدنى من A إلى B لـ f الـ x dx، f الـ x dx. وأتمنى أن يكون هذا بديهيا بالنسبة لكم، وأعتقد أن كثير من الناس تذهب من خلال حساب التفاضل والتكامل فقط لتتعلم كيف تفعل ذلك بشكل ميكانيكي، فقط تتعلم كيفية القيام بذلك كالإنسان الآلي، أي دون فهم حقيقي لما يجري. وإذا كنت تفهم حقيقة ما يجري فإنك لن تقلق أبدا عندما ترى شيء مختلف قليلا عن ما كنت معتاد على ممارسته. دعونا نعود إلى المثال ودعونا نفكر بما سيحدث لو أخذنا هذا الاقتران ودورناه حول محور X. لذا قد يستغرق هذا قليلا من التصور، لذا اسمحوا لي أن أرى إذا كان بإمكاني أن أرسم. إذا أخذت هذا المنحنى وقمت بتدويره حول محور X فإنه سيبدو شيء كهذا، فإنه سيبدو وكأنه جانب من إناء نحاسي. إنها تبدو مثل هذا حيث أنها مفتوحة للداخل،
يمكنني أن أقوم بتظليله، يمكنك إظهار مهاراتك في الرسم. أتمنى أن تكون ذات معنى بالنسبة لكم، وتعلمون أن المحور الصدي هناك، والمحور السيني إنه يخرج من الوسط. هذا هو، إذا أخذنا هذا ودورناه حول المحور. لذا اسمحوا لي أن أرسم سهم لإظهار أنه كان يدور حولها. وإذا فعلنا ذلك، ماذا سيكون الحجم الناتج؟ حسنا، دعونا نستخدم نفس الحدود بين A و B. فإذا أخذنا هذه القطعة ودورناها حول المحور، إنها تبدو وكأنها بين A و B، وسوف يبدو شيء كهذا. اسمحوا لي أن أرى إذا كان يمكنني رسمه، حيث سيكون لديك، لم أفعل هذا بشكل جيد. هذا حقا اختبار لقدراتي على استخدام هذا الكمبيوتر في رسم الأشياء. سوف يكون دائري عند إحدى نهاياته، ومن ثم ينحني للأسفل قليلا، ثم يصبح دائري مرة أخرى على الجانب الآخر. هنا وإذا قمت برسم المحور السيني، المحور السيني سيبدو وكأنه يخرج من المنتصف هكذا. هذه النقطة هنا ستكون x تساوي b. إذا ذهبنا إلى خلف المجسم أو إذا نظرنا فيه، سوف نرى السطح الآخر لهذا المجسم الدوار. وهذه النقطة هنا ستكون A. دعوني أرسمها بلون آخر لنتمكن من رؤيتها. وهذه النقطة هنا ستكون A، ومن ثم بطبيعة الحال سوف يبقى المحور السيني، ومن ثم هذا سيكون المحور الصادي. التصور حقا هو الجزء الصعب في هذه المسألة. إذن أولا تخيل ما سنفعله. سأقوم فقط بهذا الجزء إذا قمت بتدويره حول المحور السيني، ولكن إذا قمت برسم المنحنى كله، إن المنحنى سيبدو شيء كهذا. إنها تبدو شيء كهذا، ونحن فقط نقوم بتدويره حولها. أتمنى أن يكون هذا واضح بالنسبة لكم. نحن نقوم بتدويره حولها بهذه الطريقة، فكيف نفعل ذلك؟ كذلك نحن نستخدم بالضبط نفس المبدأ. عندما نجد المساحة، علينا إيجاد مساحة كل واحدة من هذه المربعات الصغيرة، ثم سوف نأخذ المجموع لهذا العدد اللانهائي من المربعات الصغيرة، وسوف نحصل على هذا. إذن حتى نفعل الحجم، ما سنفعله هو بدلاً من وجود كل مستطيل، نحن نقوم بتدوير كل من هذه المستطيلات حول المحور X. إذن إذا كان هذا واحداً من المستطيلات، إذا كان هذا هو المستطيل، عرضه هو dx. وارتفاعه هو f الx. إذن هذا هو الارتفاع هنا، هذا هو f الx عند هذه النقطة. إذا قمت بتدوير هذا المستطيل حول المحور X،
ما الذي سأنتهي إليه في نهاية المطاف؟ حسنا، سوف ينتهي بي المطاف إلى قرص. اسمحوا لي أن أرى إذا كان بإمكاني أن أرسم ذلك باعتدال جيد. أنا أحاول أن يظهر لك بعض المشهد عندما أرسم. إذا ذلك سيكون السطح العلوي للقرص، وهذا سيكون جانب من القرص، ولذلك هذا سيكون السطح العلوي في القرص، وهذا سيكون نصف قطر هذا القرص. ماذا سيكون هذا الارتفاع هنا؟ حسنا، نصف القطر هذا سيكون اف الاكس، ذلك هو هذا الارتفاع. تخيل أنك أخذت هذا وقمت بتدويره حولها، ذلك نفس الشيء مثل هذا الارتفاع هنا. حسنا، إن الارتفاع أو نصف قطر القرص هو اف الاكس، ومن ثم ما هو عرض القرص؟ حسنا، ذلك فقط دي الاكس، ذلك نفس الشيء مثل هذا، نحن فقط ندورها حولها. إذا ماذا سيكون حجم هذا القرص؟ سيكون حجم هذا الجانب، سيكون هذه المساحة هنا ضرب هذا الارتفاع، ضرب هذا الارتفاع. حسنا، ما هي المساحة؟ حسنا، نحن نعلم أن المساحة تساوي باي آر تربيع، ما هو نصف القطر؟ نصف القطر هو اف الاكس، إذا مساحة هذا القطر تساوي باي ضرب نصف القطر تربيع، إذا باي ضرب اف الاكس تربيع. ماذا سيكون حجم هذا القرص بأكمله؟ سيكون هذه المساحة ضرب دي اكس، إذا حجم ذلك القرص سوف يكون مساويا لمساحة ذلك القرص، أي باي اف الاكس تربيع. باي اف الاكس تربيع، مهما كان الطول هذا عند أي نقطة تربيع يمكن أن تقول أن هذا يعطينا المساحة ضرب العمق، لذلك هذا دي اكس. الآن هذا يعطينا حجم هذا القرص الواحد فقط عندما يتم تدويره، لذا إذا أردنا حجم هذا المجسم كاملا الذي رسمته هنا يمكننا فقط أن نجمع مجموعة الأقراص هذه، وسوف نأخذ كل من هذه المستطيلات ونجري لها استدارة لمعرفة حجم هذه الأقراص المتكونة ومن ثم نجمعها. إذا سوف نأخذ المجموع اللانهائي لهذه المجموعة من الأقراص الصغيرة الكثيرة، إذا يمكننا أن نأخذ التكامل. إذا هذا هو الحجم لكل قرص، يمكننا أن نطلق عليه حجم القرص. فما هو حجم كل شيء؟ حسنا، نحن فقط سوف نأخذ مجموع التكامل لكل من هذه الأقراص. إذا الحجم عندما نعمل الاستدارة سيكون مساويا للتكامل المحدود بين A و B لهذا المقدار هنا، هذا المقدار هنا باي اف الاكس تربيع دي اكس، باي اف الاكس تربيع دي اكس. آمل أن يكون هذا واضحا بالنسبة لك، فقط تذكر
هذا هو العرض لكل قرص، وهذا هو نصف قطر القرص أو نصف قطر السطح. ولذلك فإنه سيكون تربيع، وهذا أمر منطقي لهذا، هذا الارتفاع في الإكس، ومن ثم لدينا باي آر تربيع، وهذا من أين أتت باي. بعض الناس يحفظون هذا، أنا لا أنصحك بالقيام بهذا وسنرى ذلك لاحقا. الآن لقد انتهى الوقت، في الفيديو القادم سوف أقوم بتطبيق هذا على مسألة فعلية. إلى اللقاء.